السلام عليكم، اهلا بكم في اخر تسريبات الايفون 12. خلاص ما بقى شيء، يوم يومين ثلاثة على حسب مشاهدتكم للفيديو، يكون يوم الثلاثاء 13 اكتوبر وهو مؤتمر الايفون، نعرف كل شيء. الان التسريبات تقول لك، تتذكرون المكان دي الماجنت نفس الفتحة هذه اللي في الايباد؟ يقول لك ابل راح تحطها في الايفون القادم، مش لحق قلم ولا شيء، راح يكون ماجنت او ماج سيف نفس اللي موجوده في اللابتوبات ابل القديمه، تذكرونها الشاحن بالحاله ينفصل. فاتوقع ان ابل راح تحط دي الحركه الان، هي مش علشان ترجعها نفس حركه اللابتوب، لا، الحركه هذه تبي تقرب ان الجهاز حق السنوات القادمه ان الجهاز يكون بدون شاحن. بس ستيب هذا لازم تسويه، تخلي الناس اوكي هذا موجود هنا حبه حبه، بعدين تكنسل مكان بدون شاحن راح يكون ماجنت سنه سنتين برضو، بعدين تشيله نفس حركه اول ما شالت مدخل هيدفون جاك، حطت لك الدانجل في العلبه سنتين من الايفون 7 تقريبا طالع سنتين، بعدين كنسلتها. فاستعداد لحق ذا الشيء وتكنسل مدخل الشاحن، تبدا من الحين تخليك الايفون اللي عندك الحين راح يكون في وايرلس شارجر تقدر تحطه يشحن، في مدخل الشاحن العادي تقدر تحطه مثلا 20 واط يشحن، وفي الشاحن اللي في الجنب. فالماجنت هذا تبي تشتري الماجنت اوكي تشتريه تجهز لحق ذا الشيء، ف الى ان خلاص السنه الجايه السنه بعد خلاص ما في مدخل شاحن، او السنه القادمه عندك شاحن وايرلس عندك الماجنت في الجنب عشان تمهد لحق ذا الشيء. فهذه الحركه الايفون القادم راح يكون شحنه اسرع، عرفنا هذا الشيء، وبرضه يمكن الشحن الوايرلس يوصل حق 15 واط. في حركه مسويتها ابل في الكيس برضه، مثلا الايفون القادم في حركه ان الكيس يكون فيه ماجنت زي الدائره الماجنت، ليش مسوينها؟ هل راح يحطون الشحن العكسي، تحط الايربودز تشحن تحط ابل تشحن؟ ممكن، ليش لا؟ هالاشياء دي ليش مسويتها؟ هل بس مسويتها علشان الشحن الوايرلس السريع، علشان اذا طلعت الاير باور حقتها يكون في هذا الشيء، علشان بس تحط الايفون في اي مكان هو بالحاله يزحف ويلصق على مكان الماجنت مثلا عشان يشحن دايركت واسرع يكون مثلا، ما ندري. فهذه حركه وموجوده برضو حتى حق الكفرات حق الايفون القادم، مثل الشحن وايرلس في نفس الحركه دي. الان مش عارفين بالضبط ليش ابل راح تحط هذه، فنشوف قدام ايش بتسوي. برضو بعض الاخبار يقول لك ان الايفون القادم ممكن يصير فيه تاتش اي دي، تكلمتكم في الفيديو اللي راح، ان خصوصا الان وقت كورونا ابل لازم تشوف لها حل، فيس اي دي ما راح يشتغل عدل، فالتاتش اي دي يمكن نشوف قدام، كلها يوم ويومين راح نعرف كل شيء. ودي اقول لكم عن اشياء كلها تسريبات طبعا، ان الخطه راح تتغير. الاشخاص اللي ينتظرون الايفون 12 ميني الصغير، في شيء تغير الان، طبعا كلها تسريبات، لكن اقول لك الحين اول ايفونين راح ينزلون، اول كنا وقلنا انه ينزل ايفون 12 ميني و12 العادي، البرو اثنين راح ينزلون في نوفمبر، لكن الحين نحط الخطه تغيرت، الايفونات اللي نفس الحجم اللي موجود عندنا الحين اللي هو 6.1 الاثنين ديلي، ال 12 برو وال 12 العادي اللي بيسمونه، هذه الاثنين ديلي راح ينزلون اول شيء. الاحجام الثانيه الجديده الحجم الكبير والحجم الصغير هذه راح يتاخرون، 12 ميني راح يبدا طلب حقه في 6 نوفمبر والبيع حقه 13 نوفمبر، ال 12 برو ماكس الكبير راح يبدا الطلب حقه تقريبا في 13 نوفمبر والبيع حقه في 20 نوفمبر. فهذا الاشياء اللي نعرف الحين حق الايفون القادم، كلها دقائق او ساعات ونعرف كل شيء بالضبط، يعني ايام ساعات نفس الشيء ما في اختلاف. لو ننتقل لكم اشياء ثانيه، تكلم لكم عن سماعه ابل الكبيره وقلنا راح تنزل في المؤتمر هذا والاشياء دي، خلينا نتكلم لكم السعر البدايه. اول حاجه كم راح تكون قيمتها؟ راح يكون في نسختين، نسخه رخيصه ونسخه غاليه. ليش نسخه رخيصه؟ نسخه رخيصه تكون الومنيوم، يمكن شيء طبيعي، المعدن اللي ابل تحطها في اجهزتهم الرخيصه راح يكون سعره 350 دولار، راح تقول اوه غاليه. هي الحق سماعه الحق راس او كبيره على الاذن مفتوحه، يعتبر هذا السعر العادي اللي موجود في السماعات، يعني بوز سوني تبيع ب 350 ل 400 وفي بعض الشركات الى 450 دولار، هذا الرينج لحق السماعات الكبيره لحق الراس، سماعات اللكجري او السماعات اللي مثل ما تقول كل المواصفات فيها من الشركات الكبيره، في شركات تسوي لك ب 10 ب 20 دولار انا عارف، لكن السماعات اللي ما حد يقدر يتكلم عنها سوني ولا بوز هذه ب 350 ل 400 دولار، هذه النسخه اللي بتسويها ابل، في نسخه ثانيه اغلى ب 599 دولار ب 600 دولار. في ناس بيشترونه يمكن، لكن هذه بتكون اللكجري، بتكون النسخه الغاليه اللي تكون يمكن الصناعه حقها يمكن ستاين ستيل، يمكن فيها شيء ما ادري، لكن ما اتوقع ابل راح تسوي فرق بينهم، هذه نفس المواصفات لكن هذه الماتيريال حقها والصناعه حقتها غير هذه. اوكي ب 350 هذا مقبوله من الشركات الثانيه، عندك هذه وعندك سوني وعندك بوز، ابل سوت لك نفس السعر حقهم، لكن في واحده اعلى برضو مواصفات ما اتوقع، لكن بصناعه غير يمكن، نشوف قدام. برضو الاير تاج، قلنا لكم الاير تاج راح تنزل، الحين يقول لك في مشاكل بسبب الصناعه، بسبب كورونا، بسبب هالمشاكل، كلها اخبار وتقول لك ان الاير تاج ما راح تنزل الا في مارتش 2021، يعني بعد خمس شهور.
تقريبا. كلها اخبار مثل ما قلت لكم، وكلها اشياء ما راح ناكدها 100%. يمكن ابل مسربه الشيء بتسريب غير عشان تعكس الشيء، يمكن ما ندري. كلها يومين ثلاثة ايام ونعرف كل شيء بالمؤتمر. كمان في شيء انا كني ما ادري كيف اقول لكم، الايفون 11 برو ماكس والايفون 11 برو، اثنينهم البروات، يقول لك الايفون 11 برو ماكس راح تكون العدسه حقت الكاميرا او فتحه العدسه حق الكاميرا راح تكون 50% اكبر. ليش؟ لان الجهاز برو ماكس كبير، فابل تقدر تكبر العدسه اكثر برضو. مع اني انا تكلمت ووريتكم الكيسات في الفيديو اللي قبل ان فتحه العدسه كبيره، لكن لما حطيتهم من بعض كفرات طلع الميني الفتحة العدسة أصغر من البرو ماكس اللي عندي الكيس الثاني. فأبل أتوقع حتى الحركة اللي بتسويها على البرو، البرو الصغير راح يكون العدسة العادية يمكن أو فتحة العدسة أعلى، لكن البرو ماكس راح يكون فتحة العدسة 50% أكبر، فالإضاءة راح تكون أفضل بكثير في البرو ماكس. وبرضو الكل يعرف أنه في 2X تقريب في الأجهزة الإيفونات اللي موجودة الآن، خصوصاً في 11 برو 11 برو ماكس والآيفون 10S وال 8 بلس والأجهزة الثانية بكاميرتين. الآن يقول لك 12 برو ماكس الكبير اللي راح يكون فتحة العدسة 50% أكبر، راح يكون فيه 5X تقريب، مش 3 ولا 4 ولا لا 5X تقريب. أوكي، في الآيفون 12 برو العادي راح يكون فيه 4X تقريب. فالاختلاف في البرو مش عاجبني على التسريبات اللي موجودة، لكن أبل ما قدرت تسوي هذا الشيء لأن تبي تزيد أشياء كثيرة في البرو، ما عندها خيار إلا في الكبير لأنه مساحة أكبر فيه، فزادت فيه أشياء أكثر من البرو العادي. فأنا مش لازم أن أصدق الأشياء، لكن للمصداقية حتى لو أنا مش مصدقها لازم أقول لكم التسريبات. التسريب هذا موجود فلازم أقول لكم، بس مش لازم أني أصدق هذا التسريب. فهذا كل حاجة تصير قدام المؤتمر معاكم، ونشوف البث المباشر راح نسوي إن شاء الله في المؤتمر. المؤتمر راح يبدأ الساعة 8 بتوقيت السعودية، راح نبدأ بث مباشر معاكم، استنونا في القناة يوم الثلاثاء في الليل 7:30 بتوقيت السعودية، نشبكها معاكم يعني نص ساعة قبل المؤتمر، نجاوب معاكم وندردش يلين يخش المؤتمر ونكمل معاكم المؤتمر. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حسابي في سناب شات، وعمل لايك المقطع ونشر المقطع، ولا تنسون فضل دعاكم. السلام عليكم.